تضيع. تعود الكرة من جديد لفريق اتحاد العاصمة. التغيير جميل. كرة رائعة. شوف الأداء. شوف المستوى. هكذا فريق اتحاد العاصمة. يا سلام. كرة ملعوبة ومرفوعة. فريق اتحاد العاصمة يلعب بشكل جيد. يلعب بشكل جيد. ويقدم في مردود رائع. بن شيخون موجود. بن شيخون موجود في تشكيلة اتحاد العاصمة. تعود الكرة من جديد. سرعة فريق اتحاد العاصمة يلعب كرة ولكن بطيء نوعا ما. بن شيخون. يا سلام على هذه الكرات والتحرك. بن شيخون سيكون مدافع رائع. عنده القوة، عنده القامة، وعنده كذلك اللعب الجميل. مدافع لكن يتمتع بفنيات. بن شيخون تعود الكرة من جديد. دائما ها هو اللعب. يا سلام على هذه الكرة بسرعة وبطريقة رائعة جدا من هناك. مزيان التدخل من الدفاع والكرة مباشرة للتماس. تعود الكرة من جديد مرفوعة بشكل رائع من بن شيخون. يونغ أفريكانز على انطلاقة من هناك على الجهة اليسرى. تعود للاعب بن شيخون. كرة طويلة مباشرة. الكرة خطيرة هنا لفريق اتحاد العاصمة. التبادل الكروي. متوسطة المستوى. كرات من هناك على الجهة اليمنى بالنسبة لفريق اتحاد العاصمة. الاستحواذ على الكرة ولكن ينبغي أن يأتي الهدف الثاني. فريق اتحاد العاصمة والتمرير هكذا بن موسى. وكرة ملعوبة ودائما الكرة مباشرة. تعود الكرة من جديد. التحرك هكذا لفريق اتحاد العاصمة. الاعتماد على هذه الكرات القصيرة. عودة من جديد من كل المحاولات. كودري والتبادل هكذا والانطلاقة. شوف هذه الكرات. لولا يعني ضعف الدفاع كرات تبقى الكرة عن عناصر فريق. شوف التبادل. شوف تهيئة الكرة. ممتازة هذه. هذه ممتازة. ملعوبة كما ينبغي. التبادل كان رائعا. التبادل الكروي كان رائعا. تحضير الكرة والتسديد. لكن الحارس كان لاعب المرصاد. في الوقت القاتل.